مشاهدينا، وللحديث عن تداعيات الفساد الحكومي في العراق على الملف الاقتصادي ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الدكتور صباح علو. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. صحيفة اندبندنت عربية تقول أن المصارف الخاصة واجهة للأحزاب السياسية وتغطي على الفساد عبر نافذة البنك المركزي العراقي، كيف يمكن تفسير استمرار الفساد المالي؟ هل حديث حكومة السوداني حاليا عن محاربة الفساد جاء في إطار استهلاك إعلامي فقط؟ تحية لكم. حقيقة ما يحصل في العراق ليس حديثا في زمن السيد السوداني، وإنما حالة تراكمية من عملية الفساد المالي والإداري ممثلة بالدرجة الأساسية في مسألة بيع العملة من البنك المركزي العراقي. ولذلك نلاحظ من 2003 ولغاية اليوم كل سنة أو سنتين تتجدد وجود مصارف جديدة وبأسماء أشخاص لهم ارتباطات مع قوى سياسية تتمثل في إدارة الدولة. أي أن لها واجهات، هذه الواجهات حقيقة تقوم بعمليات غير قانونية من خلال عمليات غسيل الأموال، من خلال عمليات بيع العملة بأسعار مختلفة، أو العمل على زعزعة قوى الدينار العراقي بالشارع. هذه الأمور تقوم بها كثيرا من المصارف التي هي عبارة عن واجهة لأشخاص متنفذين في قوى الدولة وسلطتها. نعم. طيب، هنا أيضا منظمة راسل لدعم النزاهة كشفت عن تجاوز نسبة الفقر في العراق حاجز 35%، لماذا برأيك لم تنعكس الأرباح الضخمة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة على الواقع المعيشي للمواطن العراقي؟ الأموال الداخلة إلى العراق كإيرادات نفطية حقيقة لم تستثمر بشكل سليم وصحيح في مسألة رفع مستوى المعيشة وفي عملية البناء الخاصة بالبنية التحتية، بدءا من عمليات توفير السكن الجيد، التعليم، الصحة وغير ذلك. وبنفس الوقت فتح مراكز جديدة لعمليات الإنتاج أو التصنيع أو حتى الخدمات بشكل جيد يسمح بخفض نسبة البطالة. كل ما تزداد البطالة بالتأكيد تزداد عملية الفقر. ولذلك نلاحظ هذه الإيرادات الداخلة إلى العراق تقدر بأكثر من حوالي 1.3 مليار دولار. ولذلك نلاحظ رغم كل هذه الإمكانيات الداخلة إلى العراق خلال 20 سنة الماضية، إلا أن عملية الفقر تزداد، وهناك تباين ما بين مدينة وأخرى، حيث المناطق الجنوبية الناصرية، البصرة، مناطق العمارة وغيرها، الديوانية، المثنى، نسبة الفقر بها أكثر من 45%. وهناك فقر في بغداد ومناطق أخرى بما فيها حتى في كردستان، ولكن بشكل أو بآخر أن نسبة الفقر بالعراق حاليا تزداد رغم الإيرادات العالية. إذن معنى ذلك أن هناك عملية هدر وسرقة للمال العام الذي لا يمكن الدولة من عمليات الاستثمار الحقيقية التي تؤدي إلى خفض مستوى الفقر وكذلك أيضا خفض مستوى البطالة التي أصبحت حقيقة كارثة على العراق وظاهرة في مسألة البطالة المقنعة في عمليات التعيين المستمرة بشكل غير منظم. طيب دكتور صباح، هنا أيضا ومفاصل الدولة. هنا لو أخذنا فقط الفترة السابقة التي ارتفعت فيها أسعار النفط مؤخرا وتحقيق العائدات النفط العالية، من وكيف يمكن متابعة ومساءلة عن مصير الأموال والعائدات والفائض المالي الذي تحقق؟ حقيقة هذه العملية عملية صعبة، أن الرقابة المالية الموجودة في العراق التي تشرف على عمليات الصرف للتخصيصات الوزارية وغيرها من خلال الموازنات
خصوصا ما بعد جائحة كورونا ولغاية الآن غير واضحة المعالم، بسبب أولا أثناء الجائحة لم يتم عملية اعتماد موازنة، كذلك أيضا العام الماضي هذا العام 2022 انقضت بدون موازنة، أي بمعنى أن هناك عمليات سرقة وهدر دون وجود أي شكل من أشكال الختاميات التي يجب أن تقدم كي يتم عملية بناء الموازنة القادمة ل 2023. حاليا القوى السياسية تتصارع في مسألة التخصيصات في الموازنة لعام 23 والتي لم تظهر مسودتها لغاية الآن، في اعتقادي لم تكن أفضل من غيرها من الموازنات السابقة رغم الإيرادات العالية. ومن هو الرقيب؟ هنا جانب جدا مهم، لا توجد رقابة حقيقية لعملية الصرف للمال العام الموجود في سواء في وزارة المالية أو في البنك المركزي العراقي، لذلك نلاحظ هناك ضياع للثروة واضح المعالم دون وجود أي مردود إيجابي يرفع من مستوى معيشة الفرد العراقي ويقلل من عملية الفقر ونسبة البطالة العالية. وفي اعتقادي العام القادم قد يكون يشهد كثيرا من عمليات الاحتجاج والاضطراب لسوء الخدمات، وبنفس الوقت أن مستوى المعيشة يرتفع ولكن معيشة الفرد متدنية ومن خلال المرتبات والدخول الخاصة، خصوصا الذين يتقاضون مرتبات دون مستوى المعيشة بنسبة كبيرة تتراوح على ارتفاع المستمر في الأسعار. طيب أيضا هنا دكتور، لو تناولنا قضية فساد واحدة ومن ضمن الأخبار التي تناولناها في نشرة العراق اليوم، هيئة النزاهة تكشف عن أن نسبة التلكؤ في تنفيذ أحد المشاريع، مشروع بناء مستشفى في البصرة، بلغت 108 مليارات، نسبة الإنجاز 0%، لم يتم إنجاز أي شيء. كيف يتم سرقة مثل هذا المبلغ الكبير؟ عملية السرقة، أولا يتم عمليات سحب التخصيصات وفق الموازنات، وهذه التخصيصات تذهب إلى خزانة الوزارة تتحكم بها بالتعاقد بشكل غير واضح المعالم، أي غير قانوني. قد يكون أيضا التعاقد مع بعض الشركات سواء كانت شركات داخلية أو شركات خارجية، لأن مافيا الفساد مترابطة سواء في الداخل أو في الخارج، وهذا يسهل عمليات السرقة بشكل أو بآخر. ولذلك نلاحظ هناك شهدت السنوات الماضية قبل 2014 نلاحظ عديد المشاريع التي تراوحت بأكثر من 20,000 مشروع وهمي تم عملية التعاقد عليها من قبل عديد الوزارات، وتمت عمليات الصرف والتخصيصات دون وجود شيء على الواقع، أو أنها تتم عمليات المباشرة بنسب لا تتجاوز 10% إلى 20%، ولكن تتم عمليات الصرف الكاملة للتخصيصات لذلك المشروع. فمنها مشروع مستشفى البصرة أيضا قد مر بهذه المرحلة وأدى إلى الوصول إلى هذه النتيجة. نشكركم الشكر الجزيل من عمان الدكتور صباح اللو على مشاركتكم معنا في النشرة.